بارك الله فيك يا خديجة بنت أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى، الله يبارك في عمرك يا رب. وياك تفضل. جزاكم الله خير يا رب جميعا يا رب، الله يحفظكم يا رب. وياك. سؤال الله يبارك فيك. وفيك تفضل. أنا يا أخي يعني يكاد بينا من سنين يعني نتخيل بعض الأمور، نتخيل الحاجة وبتحصل. نتوقع الحاجة. لست أعلام الغيوب، دعك من هذه الهواجس. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. يؤمر بأن يقول ذلك. الرسول لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا أنت ولا أخوك تعلمان الغيب. دع الدجل هذا والشيطنة. أي بس.